السلام عليكم. قائد الحرس الثوري الإيراني، جزء مهم من زوال الولايات المتحدة من الساحة العالمية، حدث في العراق. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الولايات المتحدة في طريق الزوال من الساحة العالمية. وأضاف خلال استقبال يوم الأحد في طهران رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفيض إن جزءا مهم من زوال الولايات المتحدة من الساحة العالمية حدث في العراق، حيث أصبحوا بين شرين، فإن بقوا يتكبدون الأضرار وإن غادروا فهم مهزومون. وتابع أن الكلمة الأساسية تقال في الميدان دوما، والقدرات السياسية الحقيقية هي القدرات الميدانية، وأداء الحشد الشعبي رائع جدا في هذا الميدان، وستتوسع قدراته إن شاء الله تعالى كقوة دفاعية وجهادية ذات أهداف كبيرة وإيمان قوي وانسجام داخلي وانتظام وانضباط عالي المستوى. وختم تصريحاته بالقول: نحن داعمون لكم في جبهة المقاومة واستمرار هذه المعركة الكبرى، ونأمل بأن يتحقق القرار المجلس الوطني العراقي في خروج القوات العسكرية الأمريكية من العراق بصورة عملية وبأفضل صورة ممكنة، وأن يواصل العراق المستقبل والمقتدر والأمن طريقه من دون تواجد المحتلين. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.